اخبار اليوم. اهلا وسهلا بيكم. طبعا فعاليه اختيار 16 في جميع الفعاليات اللي جايه لاختيار ملكه جمال العرب اللي هتتم في شرم الشيخ. فالبنات اللي هيختاروا النهارده هم بنتين، اعتقد ان هم لازم يكون عليهم تحمل العمل التطوعي اللي هيعملوه. تقريبا تفاصيل المسابقه، كم مسابقه فيها، ومعايير الاختيار ايه؟ معايير الاختيار ما اختلفتش من سنه لسنه، الثقافه والحضور والافق الواسع، ومن 19 ل 27 سنه، عربيه الجنسيه، لكن هنا طبعا هتكون مصريه النهارده. بتمنى ان شاء الله كده انه البنات يكونوا على قدر من المسؤوليه، وان شاء الله يكون الاختيار موفق. ولجنه التحكيم النهارده هيبقى عندها مجهود كبير، لان البنات الحقيقه كلهم ممتازات. يعني المشاركات اللي هتنقى فيها ملكه جمال العرب بتتضمن ايه؟ لا، ملكه جمال العرب لسه هتكون ان شاء الله في شهر 12 الجاي، فمتسابقات ملكات جمال العرب ان شاء الله ضغطوها معانا دي لسه في شرم الشيخ. احنا النهارده اول ستاب وهي اختيار فتاة مصر. اهلا وسهلا بيكم. مهرجاننا طبعا مهرجان رائع، بنشجع فيه السياحه لمصر، وبنقف ضد كل الناس اللي حاولوا يوقفوا قطر السياحه عندنا. ان شاء الله مسابقه ملكات الجمال تكون عنوان جميل لمصر وللعرب، وترفع راسنا ونقدر نحقق فيها حاجه جميله. ونشكر فيها طبعا دكتوره حنان نصر، وبنشكر كل الناس اللي موجوده في لجنه التحكيم معايا، وان شاء الله يبقى مهرجان رائع وناجح زي كل سنه ان شاء الله.